أنا شو بدك شي لك؟ هذا بخنو، احنا كنسميوه بالجبلية ديالنا. هاكي واش كيعملوا له؟ كان آدمي، كان تمساح. الخير موجود تبارك الله هنايا. كاين الخير في البلاد اشي، وريه وريه من الجبال. شو شحال بخنو شوف، ولكن هذا ما ننصحش باش شي واحد ياكلو، كلو اللي عالي هذا ما عرفش شنو كيجي ليلو. حنا كنتواجدو اسيدي فين افقي؟ في منطقة بوستة. منطقة بوستة فين جات بوستة افقي؟ في الدرام كساون. جات في المغرب، المهم كاينة في المغرب هادشي هذا. شو الجيبة كيفاش عاملينها؟ اجي افقي شوف شوف. شوف كيفاش داير، شوف ما كاينش هذا في المدينه كيتباع في شي موطاع ولا ما كاينش. شوف اللوز، اللوز القرقاع في وقته. ها ها لا غلى على مسكين واعر والله الا الطوب. يلا نبدلو البلاصه. عندك التون؟ شبرا إذا فقي شبرا اللي قلنا هذا باش نخلع. نعم نطلعو لهنا. شوف شوف على قياسات الفقر. شوف 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 شنو الفوائد في هذا البخنو؟ هنايا شنو الفوائد اللي فيه؟ الفوائد فيه كل سيدي تتشبع. ما الفوائد والله ما عارف. شوف 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 شو الطرابة. شوف شوف كيفاش عامل. شوف هذا سبيسيال ديتيكاس الكرشي، نقولوه بحال هكذا. فوائد اللي فيه الله اعلم. المهم حلو بنين صافي. وخلق في الغابه 100% طبيعي 100% ما فيه حتى شي ديفو مره. لا برودوي لا دواء لا مثال. صافي وريني شي حاجه. شوف شحال، شوف شحال كاين منه. هاد الغابه هادي كامله عامره به. هنا اجي هنا اجي هنا والف. شحال هنا وهنا باش نقريكم شويه على المنطقه. مور هذا الجبل هذا اللي هنايا اللي كتشوفوا هنايا، من موراه كاينه الجبهه. من موراه كاينه الجبهه، يعني كيبقى لنا الحسيمه ديك الساعه نمشي 120 كيلومتر تقريبا للحسيمه. باش بعادي
هذا هي الشجره التلم اللي كيعمل البلاط اللي كيتباع في النباك عرفتي 100 قلالة ديالي خوي خوي با ديالي في الاخر كاين شوف معايا السحاب اللي كيكون هنايا الغربي كيفاش كيوليها شوف كيفاش مدور كيتلوى مع الغربي مخلط مع الشرقي و كيعطيو النوردي